قال فهو الواحد في إيجاد الخلائق الخالق لكل شيء. الواحد في إيجاد الخلائق إيش هذا؟ ربوبية. خلك فاهم، خليك مركز. الذي أوجد الخلائق خلقها وهو ربها وهو مسيرها وهو مدبرها، هذا كله ربوبية، أفعال الله عز وجل. نعم. الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى ليس له شريك في خلق عباده. في خلق عباده ما الدليل؟ قال جل وعلا الله خالق كل شيء، صح؟ قال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا، الله خالق كل شيء، حتى أنه جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، حتى أفعال العباد هو الذي خلقها، ولا لا؟ فيكم الله خلق العباد وخلق أفعالهم، هذا عقد أهل السنة الجماعة، هذا عقد الكتاب والسنة. ربنا جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، الله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وعملكم، أو والله خلقكم والذي تعملونه،